بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أبو حسن الموفق طريف، كلمة معايدة قصيرة من حضرتك بمناسبة زيارة مقام سيدنا بهاء الدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك والزيارة الترمذية السنوية لمقام سيدنا بهاء الدين عليه السلام، نتوجه إلى عموم مشايخنا وأهلنا من الجليل، من الجولان، من الكرمل، وأن تعود هذه الزيارة وهذه المناسبة على الجميع في أحداث البال. ونأمل أمر أهلنا وإخواننا من سوريا، من لبنان، في زيارات قادمة يزورون هذا المكان المقدس وأماكن أخرى، ونزورهم أيضا في بلاد تحت ظل أعلام السلام إن شاء الله عما قريب. زيارة مقبولة، كل عام وجميع بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أبو الكامل نعيم الهنو، زيارة مقبولة، كلمة معايدة قصيرة من حضرتك بمناسبة زيارة مقام سيدنا بهاء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه لأبناء العشيرة المعروفية هنا في كل مكان بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لهذه المناسبة السعيدة، مناسبة زيارة مقام سيدنا بهاء الدين عليه السلام في قرية بيجن. وبهذه المناسبة أنتهي وأتوجه إلى أبناء هذه العشيرة المعروفية أن تدب حول قيادتها الدينية الروحية، وأن تعمل كل ما بوسها لرص الصفوف وتوحيد الكلمة وتوحيد الهدف بما فيه خير ومصلحة ومستقبل هذه العشيرة. آمل أن تعود هذه المناسبة على العموم باليمن والخير والبركة والهدوء والطمأنينة والوفاق والانسجام. يسود هذه العشيرة والمجتمع بأسره والعالم يسوده السلام والمحبة، وكل عام وأنت زيارة مقبولة، وكل عام وأنت بخير. أحبارك الله فيك. عم بوتامر مجلي وهبة، عضو الكنيسة في حزب قديمة، صباح الخير. صباح النور. وزيارة مقبولة، كلمة معايدة قصيرة من حضرتك بمناسبة زيارة مقام سيدنا بهاء الدين عليه السلام. كما تعودنا من في 25/7 من كل سنة تقوم وتكون هذه الزيارة المباركة في هذا المقام الشريف، مقام سيدنا بهاء الدين، ومشاركة رجال الدين، الرئاسة الروحية و جميع أبناء الطائفة من الجولان ومن الكرمل ومن الجليل، ما هي إلا مباركة وعيد نتمنى أن يعود علينا جميعا بالخير واليمن. متمنين لكل الطائفة، أبناء الطائفة الدرزية في أي مكان، الخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. على صعيد خارج الزيارة، كيف تنخص الاتفاق الذي دار مع الحكومة بشأن السلطات المحلية الدرزية؟ لا شك يعني أن هنالك مطالب كانت كثيرة لرؤساء السلطات المحلية. هذه المطالب بحق كان هنالك دراسة طويلة شاركنا في هذه النقاشات مع الحكومة، ومن ثم توصلنا إلى اتفاقية مع وزارة الداخلية وبحضور رئيس الحكومة ووزير المالية. هذه الاتفاقية تعطي القاعدة الأساسية لاتفاقات بين السلطات المحلية وبين وزارة الداخلية من أجل أن تبدأ في الإشفاء في هذه السلطات ودعمها المادي بالمبالغ التي تعطى لهذه السلطات تمكنها من أن تكون لها حياة يومية ناجحة. نتحدث عن دفع المعاشات للموظفين، نتحدث عن تقديم الخدمات للمواطنين، نتحدث عن ميزانية تستطيع كل سلطة أن تتقدم بخطى، خاصة أن الانتخابات بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية هنالك سلطات كثيرة لم تدفع المعاشات، هنالك سلطات كثيرة لم تقدم خدمات، هنالك سلطات لها عجز مالي كبير. وهذه الاتفاقية التي في نهاية المطاف ستكون بداية بدفع 52 مليون شاقل لهذه السلطات للتقسيم على هذه السلطات، ومن ثم هنالك اتفاقية للتخفيضات ستصل بمبلغ 376 مليون شيكل. ولكن هنالك ما زالت قضايا كثيرة متعلقة، خاصة في قضايا البنية التحتية، في قضايا الخرائط الهيكلية، في قضايا التي يجب أن تكون حسب هذه الاتفاقية مدروسة وستضع نضعها على طاولة البحث. ونحن كأعضاء كنيسة أيدنا رؤساء السلطات المحلية في هذا النضال، وحينما قرروا الاتفاق على هذه
والتوقيع على هذه الاتفاقية، فكنا من وراءهم، وهذا واجبنا أن نناضل ونعمل من أجلهم. ولكن أقول أن ما يجب العمل على إتمام كل النواقص التي تعاني منها سلطاتنا المحلية بشكل عام. زيارة مقبولة ويعطيك العافية. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير.